في سؤاله الأخير يقول هذا السائل: رجل اكتسب مالا من حرام ثم تاجر في هذا المال حتى ربح كثيرا، ثم مات هذا الرجل وكان له أولاد صالحين، فما حكم الميراث الذي ورثوه من أبيهم من هذا المال الحرام، وقد تورع البعض من الأبناء عن أخذه؟ وجهونا في ضوء هذا مأجورين. إذا تيقنوا أنه من الحرام كله فهو وأرباحه حرام، يجب أن يضعوه في مشروع من المشاريع ويتخلصوا منه، ولا يجوز لهم أكله لأنهم يعلمون أنه حرام. أما إذا كانت المسألة مسألة ظنون وشكوك ولم يثبت لديهم أنه حرام، فالأصل الإباحة ولله الحمد. نعم، جزاكم الله خيرا.